هذا وأكد الدكتور زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال استضافته في برنامج بكم نعود، أكد أن وتيرة التحول من المعاملات الورقية إلى الإلكترونية في تسارع مستمر، خصوصا في هذه المرحلة وما فرضته جائحة كورونا على العالم. أدركنا أن المخرج الرئيسي لاستمرار الحياة الطبيعية في هذه الظروف هو التقنية، والكل طبعا يعني أدرك ذلك من جميع القطاعات، القطاع التعليمي، القطاع الاقتصادي، القطاع الصحي، ومنهم القطاع الحكومي كذلك. إحنا في الفترة الجائحة فقط بجهود المخلصين عملنا على توفير أكثر من 150 خدمة إلكترونية ومنظومة متكاملة في هالفترة القصيرة من الجائحة. هذه عملت على تسارع التحول عند الجهات الحكومية، وجميع الخدمات المهمة والضرورية للمواطن ما يستغنى عنها تم توفيرها سريعا عن طريق القنوات الإلكترونية. عندنا قطاعات استمرت في العمل، قطاع العدلي، كثير من الدول المجاورة وحتى الدول المتقدمة مع الجائحة وقف القطاع العدلي. القطاع العدلي يعتبر من أهم القطاعات السيادية في أي دولة، فبالتالي القطاع العدلي استمر، المحاكم استمرت، القضايا استمرت، حقوق الناس استمرت. الإجراءات الحكومية الأخرى في كثير من القطاعات الصحية، التعليمية، قطاع الخدماتية، من مرور، من جوازات، من قطاعات العمالية، القطاعات الاقتصادية، مضار كورونا كبيرة علينا، لكن محاسنها قد تكون أنها خلاتنا نقفز 10 سنوات للأمام في مجال التقنية وفي مجال التحول الرقمي، مو في البحرين، في العالم الكامل. أتوقع أن حين خذنا مسار سريع، الكل قدر وعرف أهمية التحول الرقمي وأهمية الخدمات الإلكترونية، والكل زادت ثقته في التعامل مع القطاع الحكومي من خلال الخدمات الإلكترونية.